إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا حديث شريف جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتكفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة بيوت في الجنة لمن تخلق بهذه الأخلاق واتصف بهذه الصفات المذكورة في هذا الحديث الشريف. أنا زعيم، والزعيم هو الضامن والكفيل، كما في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا متضمن أو ضامن ومتكفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضمن له ويكفل لك هذه البيوت في الجنة. والبيت إذا أضيف إلى الجنة فهذا كاف في أن يطمع المسلم فيه ويسعى للفوز به. ففي هذه الدنيا إذا أضيف البيت إلى حي أو مدينة أو منطقة بيوتها فاخرة غالية الثمن، فبمجرد أن يقال بيت في حي كذا أو منطقة كذا يعرف الإنسان أنه غال وأنه فاخر. فكيف بالبيت إذا أضيف إلى الجنة التي جاءت صفة بيوتها أنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، ومن بيوتها ما هو من لؤلؤة مجوفة، وكل بيت منها فيه الحدائق وفيه الأنهار وفيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالبيت إذا أضيف إلى الجنة هذا كفيل بأن يحرص المسلم عليه وأن يبذل ثمنه، وثمنه هي هذه
الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث أخرى أيضا وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ببيت في الجنة لمن أتى ببعض الأعمال الصالحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، أو في بعض ألفاظه قصرا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: إذا نستكثر؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال الله أكثر. قال: إذا نستكثر، يعني نستكثر من قراءتها بدلا من أن نقرأ 10 لنفوز ببيت في الجنة، نقرأ قل هو الله أحد 20 مرة لنحصل على 2 أو 30 لنحصل على 3 أو 100 لنحصل على 10. فقال عليه الصلاة والسلام: قال الله أكثر، أي هو سبحانه أكثر عطاء وأكثر ثوابا وأجرا، أنت أكثر من العمل والله سبحانه وتعالى يكثر لك من الأجر والثواب. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاة، القطاة طائر صغير الحجم، ومفحصه عشه أو مكان وضعه بيضه، وهو موضع صغير. فالغرض منه كما بيّن شراح الحديث أنه من شارك في عمارة بيت من بيوت الله سبحانه ولو بمثل هذا المقدار، ولو بشيء يسير بمثل هذا المقدار اليسير، فإن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة لمن أتى ببعض الأعمال الصالحة. فهنا في الحديث الذي معنا، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. وربض الجنة هو ساحتها وفناؤها، ساحتها وفناؤها، ساحات الجنة وأفنية الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام زعيم ببيت في ربض الجنة وهو ساحتها وفناؤها. بعض شراح الحديث قالوا: ما يكون داخل أسوار، ما يكون داخل الأسوار من بيت، ثم ما يكون خارج السور يكون فناء وساحة. فالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك، فكأنه في داخل الجنة بيوت مسورة ولها أفنية وساحات، ففيها بيوت أخرى. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة في ساحتها وفنائها لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل أو الجدال الذي لا يراد به نصرة الحق وهداية الخلق، الجدال الذي لا يخلص فيه لله تعالى ويراد به نصرة الحق وهداية الخلق. فما يكون من الجدال الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه، فضلا عن الجدال الذي يراد به نصرة الباطل أو يريد به الافتخار بنفسه والتعالي على خصمه وإظهار فضله ومكانته ونحو ذلك من المقاصد السيئة. فهذا الجدال الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه، فضلا عما يكون فيه الضرر ويؤدي إلى الشقاق والتباغض والأحقاد. فمن تركه لله سبحانه وتعالى حتى لو كان محقا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. والجدال إن كان بالحق لنصرة الدين والدفاع عنه بضوابط وشروط ممن يكون مؤهلا لذلك ومما تكون مصلحته غالبة ويؤدي إلى النفع والفائدة، فله ضوابط وله شروط.
وفيما عدا ذلك يكون الجدال مذموما، لأنه غالبا يؤدي إلى التباغض والأحقاد ويشغل عن العمل النافع. فلذلك ورد في الآثار ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل، وفي أثر آخر عن بعض السلف إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم شرا أو سوءا أغلق عليهم باب العمل وفتح لهم باب الجدل. فلذلك دائما ترى أن من ينجز ويعمل أعمالا تخدم الدين وتنفع الإسلام والمسلمين يكون قليلا الجدل، والذي يكثر جدله وكلامه يقل عمله ونفعه، لأن الله تعالى شغله بالجدل عن العمل. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بترك المراء والانشغال بما ينفع المسلم وينفع غيره من المسلم. ثم البيت الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الكذب من خصال المنافقين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، وفي الحديث الآخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فذكر منها قال: إذا حدث كذب. والحديث الآخر: آية المنافق ثلاث، ذكر منها أيضا قال: إذا حدث كذب. فالكذب في الحديث هو من خصال المنافقين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق يشمل صدق القلب وصدق العمل وصدق الحديث واللسان. فالمؤمن يكون ظاهره موافقا لباطنه، ويكون باطنه موافقا للحق، ويريد به ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجتنب الكذب بجميع أنواعه وأقسامه. قال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمؤمن يصدق وصدقه يهديه إلى البر، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، والبر يهديه إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، أي يبذل وسعه وجهده وطاقته ليكون صادقا ظاهرا وباطنا بقلبه وعمله ولسانه، فيكتب عند الله صديقا. والصديقية هي أعلى المراتب بعد النبوة، فمراتب المؤمنين الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور كلمة جامعة لخصال الشر، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. بعض شراح الحديث بيّن أن من تحري الكذب أنه ينمق كذبته ويزوقها ويبذل جهده في إظهارها بكيفية تروج بها على الناس. بعض الناس لا يكتفي بكذبة بغير تخطيط وإعداد وترتيب لها، بل يرتب لهذه الكذبة ويحيط بها ما يزينها ويروجها ويبذل جهدا في الكذب وإقناع الناس به. فكلما تحرى الكذب وبذل جهده فيه فإنه يستمر به الحال
حتى يكتب عند الله تعالى من الكذابين. نسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، نزلنا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم أي كفيل وضامن ببيت في ربض الجنة أي في ساحتها وفنائها، لمن ترك المراء أي الجدل الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه ولا يراد به نصرة الحق وهداية الخلق، وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فالمزاح ليس عذرا في الكذب، خاصة ما كان فيه تعد على آخرين وفيه إيذاء لهم أو افتراء عليهم ما ليس فيهم وفيه اغتياب لهم أو إيغار لصدورهم وقلوبهم، فكل هذا مما يتركه المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. فالمسلم يترك الكذب وإن كان مازحا. ثم وعد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فحسن الخلق جعله النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا أي المتواضعون، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني قد يكون رجل مقلا في نوافل الصيام ونوافل الصلاة، لكنه يؤدي الفرائض وحسن وحسن الأخلاق، فيرفع الله تعالى درجته ومنزلته فوق آخرين ممن هم دونه في حسن الخلق، وإن كانوا أكثر منه صلاة وصياما، فحسن الخلق يدرك به هذه الدرجات، ويرفع الله تعالى صاحبه ويبني له بيتا في أعلى الجنة. وحسن الخلق يشمل كف الأذى عن الناس قولا وفعلا، لا يؤذي الناس بقوله ولا بفعله، وأن يجلب المعروف لهم، أن ينفع الناس ويفيدهم ويؤدي إليهم المعروف والإحسان بقوله وبفعله، وأن يكون طليق الوجه، فكل هذا مما يدخل في حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.